السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناة أصالة من جديد. سؤال كتير بيتردد، الأم أو ولي الأمر بيسأل الصيدلي أو يسأل دكتور الأطفال، ابني مش بياكل كويس، نفسه دايما مسدودة، ابني مناعته ضعيفة وكل شوية بيتعب، ابني دايما همدان وكسلان ونشاطه ضعيف، تحصيله في الدراسة أو في المدرسة وتركيزه قليل، الحل إيه في القصة دي؟ وكمان خاصة مع الأطفال، يعني الأطفال بالذات بتبقى الدنيا أصعب معاهم غير الكبار طبعا. الحل النهاردة في دواء واحد بيعالج كل القصة دي، يعالج قصة الهمدان والخمول والكسل، يقوي المناعة عند الأطفال، وفي نفس الوقت فاتح للشهية ويحسن تحصيلهم الدراسي. هو في دواء واحد بيعمل ده كله؟ في، ودواء مصري على فكرة، دواء مصري انتاج شركة مصرية. الحل في وجود الرويال جيلي في صور الدواء. الرويال جيلي اللي هو غذاء ملكات النحل، كلنا نعرف الرويال جيلي. الرويال جيلي طبعا موجود في صورة كبسولات من زمان ومن سنين عديدة، لكن وجوده في صورة دواء شرب الأطفال ده يمكن الجديد. هو مش جديد، هو كان موجود في الماركت طبعا من بدري، بس يمكن مش منتشر أو مش كل الناس تعرفه. الدواء ده اسمه أونوفيت. أونوفيت، الأونوفيت ده عبارة عن رويال جيلي مع عسل، غذاء ملكات النحل مع العسل، تمام. الرويال جيلي من أهم مزاياه ان هو بيحتوي على الجاما جلوبولين، ودي وظيفتها انها بتحسن المناعه. دي اول فايده بنطلع منها من الاونوفيت شرب، ان هو بيحتوي على الجاما جلوبولين اللي بتحسن المناعه عند الاطفال. طيب كمان الرويال جيلي بيحتوي على الفيتامين بي 5 او ما يسمى بالبانتوثينيك اسيد، وده بيحسن الفيزيكال اكتيفيتي بتاعت الطفل، او بيحسن نشاطه ويخليه ما يبقاش همدان، ما يبقاش كسول، ما يبقاش كسلان، ما ينامش كتير، يبقى مصحصح كده ويبقى حركته كويسه. طيب ايه تاني كمان؟ الاونوفيت بيحتوي على الاستايل كولين، وهنا دوره انه بيحسن المينتال اكتيفيتي او النشاط الذهني وقوه الاستيعاب والتركيز، ودي طبعا فترة تهم كل الأمهات وكل أولياء الأمور حاليا، خاصة دخول فترة المدارس والأطفال اللي تحصيلها مش قوي أو عندها مشكلة في التحصيل أو في التركيز، وكان بياخدوا طبعا فيتامينز كتير عشان تحسن الذاكرة أو تحسن التحصيل الدراسي أو التركيز. الأونوفيت باحتوائه على الرويال جيلي حلنا القصة دي، إن هو حسن المينتال أكتيفيتي وحسن الفيزيكال أكتيفيتي وحسن كمان الإميونيتي. مش كده وبس، ده كمان الأونوفيت بيحتوي على العسل. يعني ايه العسل؟ يعني طعم العسل. الاطفال عندنا في مصر مشكله كبيره جدا، او في كل الوطن العربي او في كل العالم، يعني مشكلتهم في الادويه مشكله الطعم، وبيغلبوا دايما والديهم ان هم ياخدوا الادويه الشرب. فطبعا كل الشركات الادويه كانت بتسعى دائما ان هي لما تعمل دواء شرب للاطفال بتحاول ان هي تخليه طعمه يعني بلاتبل مقبول، يعني او مستساغ، او على الاقل يعني يبقى طعمه حلو يعني. فالاونوفيت زي ما ذكرنا عباره عن رويال جيلي مع عسل، فهو بطعم العسل، فطعمه طبعا هيبقى حلو خالص بالنسبه للاطفال. فهم دول كمان، الى جانب ان العسل وجوده بيساعد ان يبقى الاونوفيت فاتح للشهيه، ومعظم الدكاترة اللي بتكتب الأونوفيت بتفضله كفاتح للشهية قوي، يعني هما يعني حتى بيأكدوا إن استخدام الأونوفيت في فتح الشهية بيجيب نتائج كويسة خالص. فالدواء ده اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة اللي هو الأونوفيت، فاتح للشهية بطعم العسل، بيحسن المناعة، بيقوي أو يحسن التركيز وقدرة الطفل على الاستيعاب، في نفس الوقت بيحسن نشاطه ويقوي الفيزيكال اكتيفيتي عنده. ده الاونو فيت،
رويال جيلي مع عسل. طيب الاونوفيت او بكل المزايا دي اكيد هيبقى غالي اكيد، يعني اربع ادويه في دواء واحد اكيد هيبقى غالي يعني. الرويال جيلي عامه، ماده الرويال جيلي من الحاجات اللي هي اكسبنسيف شويه، مكلفه على شركات الادويه يعني. حتى الرويال جيلي الموجود في صوره كبسولات، اللي يعرف حضراتكم الرويال جيلي 600 والرويال جيلي 1000، طبعا اسعارها يعني الى حد ما يعتبر غاليه شويه على بعض الناس، وبالنسبه للفيتامينز الثانيه يعتبر هي اغلى شويه. لكن الاونوفيت رغم ان فيه رويال جيلي وعسل، ناس لعبوها منه ب 32 جنيه بس. بس ليه؟ لان العبوه نازله 120 مللي، 120 مللي، والدوز او الجرعه بتاعته بالنسبه للاطفال هيتاخد 5 مللي بس في اليوم، مره واحده بس في اليوم 5 مللي، والعبوه 120 مللي. اذا الاونوفيت ممكن يكفي مع الطفل حوالي 24 يوم او 25 يوم، فكده طبعا التكلفه يعتبر كويسه خالص بالنسبه لسعر الاونوفيت، وبالنسبه لحجمه، وبالنسبه للماده الفعاله الموجوده فيه اللي هي الرويال جيلي زي ما ذكرنا. الاونوفيت من الحاجات برضو اللي انا بنصح بيها مش الاطفال بس، ده حتى كمان الكبار يعني لو حد كبير مثلا اولد ايج، كبير في السن ما بيحبش ياخد كبسولات او بياخد ادويه تانية كتيره، مثلا بياخد اقراص وكبسولات تانية كتير ومش حابب يزود، ياخد رويال جيلي كبسول، او شكل الكبسوله بتاعت الرويال جيلي مثلا بالنسبه له ممكن تبقى كبيره وبيحب ياخد الادويه. الرويال جيلي الكبسولات احيانا برضو يعني في ناس كتير ما بتحبش شكل الكبسوله او حجمها او كده. فالاونوفيت بطعم العسل ورويال جيلي ممكن برضو الكبار ياخدوه، بس هنا هتختلف الجرعه. بمعنى الطفل هياخد 5 مللي بس، بالنسبه للكبار هياخدوا 10 مللي مره واحده بس في اليوم. تاني الطفل هياخد 5 مللي، الطفل اللي هو من ايه؟ من 3 سنين، من 3 سنين زي ما مكتوب في البامفلت بتاعته، من 3 سنين ل 12 سنه. من 3 سنين ل 12 سنه. وفي بعض الترايلز الحديثه كمان بتذكر ان هو ممكن الرويال جيلي بالنسبه للاطفال يتاخد من سن سنه. وبعض الدكاتره برضو ذكروا القصه دي واكدوا عليها ان هو عادي، الرويال جيلي من الحاجات الامنه ومفيش منها مشاكل، عادي ممكن تاخد تحت سن سنتين او سن 3 سنين عادي مفيش مشاكل. فلحد 12 سنه الاونوفيت ممكن يستخدم 5 مللي بالنسبه للاطفال. الاكبر من كده هياخد 10 مللي من الاونوفيت. تمام، ده كده بالنسبه لقصه الدوز. بس في ملحوظه مهمه، طبعا الرويال جيلي، ماده الرويال جيلي من الحاجات السنسيتيف للميتال يعني حساسه للمعادن، يعني يفضل وده الافضل يعني ان احنا ما نستخدمش المعلقه العاديه بتاعه المعدن، المعلقه المعدن الموجوده عندنا في البيت. لا، هو الدواء نفسه بينزل معاه كاب كده ميجر بلاستيك مدرج فيه 5 مللي و10 مللي، فانا نستخدم الميجر البلاستيك، وده بيكون افضل عشان نحافظ على سلامه الماده الفعاله ان هي توصل كامله وتوصل بكفاءتها العاليه للجسم. فاذا الاونوفيت للاطفال وللكبار يستخدم لتحسين المناعة أو تقوية المناعة، لتحسين النشاط الذهني وقدرة على الاستيعاب وتقوية الذاكرة، لفتح الشهية، تمام، ولعلاج قصة الهمدان والكسل وتحسين النشاط البدني أو ما يسمى بالفيزيكال اكتيفيتي. ده بالنسبة في ميزة كمان تاني مهمة في الأونوفيت، إن هو معمول الرويال جيلي بتاعه في صورة لايفلايزد يعني منزوعة الماء. بمعنى الرويال جيلي العادي عشان أفتح الغطاء بتاع الدواء وأستخدمه في درجة الحرارة العادية طبعا بيبوظ، ما بيحتفظش بالكفاءة بتاعته. الشركة المصنعة للأونوفيت عاملاه في صورة لايفلايزد. يعني ايه لايفلايزد؟ يعني منزوعه الماء، وبالتالي حضرتك بتستخدمه عادي خالص وتفتح العلبه عادي وتسيبها، ويعني مش محتاج انك تحفظها في الثلاجه يعني، وممكن تستخدمها في درجه حراره الغرفه العاديه. ده بالنسبه للاونوفيت اللي حللنا مشاكل كتيره بالنسبه للاطفال، قصه المناعه،
تقوية الذاكرة وتحسين التحصيل، علاج الهمدان والكسل، علاج فقد الشهية أو عشان يحسن الشهية، وبرضو قصة الطعم إنه طعمه كويس بطعم العسل. وطبعا البرايس بتاعه أو السعر بتاعه 32 جنيه، وهو العبوة 120 ملي وهيتاخد مرة واحدة بس في اليوم، فهيكفي حوالي 24 يوم أو 25 يوم. أتمنى إن أنا أكون أفدتكم النهاردة بمعلومة مفيدة، خاصة مع دخول فترة الدراسة وكل أطفالنا طبعا وحبايبنا رايحين المدارس الفترات اللي جاية، فدي برضو حاجة ممكن تساعدهم على النشاط والتركيز وتفتح شهية الأطفال برضو اللي ما بتاكلش كويس. وأتمنى لو الفيديو عجبكم نعمل له لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن الناس تستفاد منه، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو حد لسه ما اشتركش، ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم دايما على خير، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.